الهاشمي. طبعا نقول لنا من عائلة فنية، نعرف الجد بن سمير وارتباطه بالأغنية الوهرانية والمحافظة عليها. أول مشاركة تاعك في المهرجان في طبعته التاسعة؟ غنينا أغنية تاع الجدود، الجد الله يبارك الشيخ الهاشمي بن سمير معروف بالطير الأبيض في زمانه، ازداد عام 1877 في مدينة وهران بالتحتها، وتوفي 1938 بالتحتها كذلك في الصلبة، وعنده تراث كبير ما نجيبش من عنده قريب 500 أغنية ولا قصيدة، ومشهور بالقصيدة العالمية كنا نقولوا قصيدة بيادة قرمور. بيادة قرمور في زمانه كان يعيطوا لها الطير الأبيض، في زمانه كان يعيطوا لها الطير الأبيض، وحنا كعائلة فنية بيادة قرمور اللي أعادها الكينغ خالد، لا أعادها الأولى الشيخ بوراس الله يرحمه، بعد الوفاة تاع الجد عاودها الشيخ بوراس، من بعد غناها شريقي عبد القادر، وغناها ثاني المطلب يوسف بوخنتاش، هادو هما اللي احتفظوا، وغناها ثاني رحال زبير، وغناها خالد تما الداري غير الجد، بصح هادو غناوها على ما يرام. والعمومي ثاني عندي باسمي قدو الله يرحمه، ثاني تغنى بها كثير، والاب تاعي نيسو بن سميره معروف بعطاء اغاني مثل مسجد البلاد تاع الجد الثاني اللي غنيناها اليوم على تراث وهران. وماذا بينا تراث وهران ما يموتش، انا جابتني الغيره تاع وهران جابتني. اكيد من جدك يعني بن سمير الى غير ذلك مازال محافظه، والاب الى غير ذلك دائما في الطابع الاغنيه الوهرانيه الاصيله، نقول اصيله لانها تمسك بالتراث الوهراني الجزائري ان صح التعبير. جزائري نعم. نسلي تبقى تحفظ وتبقى يعني تكمل هذه الرساله. نكملها ان شاء الله، ان شاء الله انا ماذا بيا نكملها ان شاء الله. كنت ما كيما نقولوا احنا جبت واحد السنين، لكن دروك هي نحافظ على التراث الوهراني، شفتوا التراث الوهراني الاغنيه الوهرانيه. الاغنيه الوهرانيه طبعا. واش غنى لنا اليوم سي الهاشمي؟ اليوم غنيت لكم الاغنيه هذه تاع الجد، كلمات الشيخ الهاشمي بن سمير جدي، والتلحين الاب تاعي بن سمير ميتون، بغيت نهجر من دار البلاد. هذه جدي غناها في 1914، خرجت هذه القصيده، هو هذه القصيده خرجها كما نقولوا ذاك القيس كان محرحر بغى يهجر من هذه البلاد على خاطر المستعمر الفرنسي. انا ذاك في الطاجي قال لهم بغيت نهجر البلاد ما صدقش وين نروح، معي نضرب البلدان ما صدقش وين نروح، حسر على وهران اعطوني فوق الحسر على وهران اللي كان زمان، هذه في 1914 وغادت وهران وقعدت فيها واستقر فيها حتى توفى فيها، وهذا تراثنا ولازم نحتفظوا عليه، ولازم نحتفظوا عليه زعما بمعنى الكلمه. شكرا سي هاشمي. كتب كلمات، عندي كلمات تاعي وعندي التلحين تاعي، كاتب كلمات ومغني وغنينا بكري بزاف بزاف بزاف، ودروك ان شاء الله غادي نحمل المشعل ان شاء الله. نتمنى لكم وبارك الله في قناه الباهيه، نتمنى لكم الاستمراريه ان شاء الله اختي. وانت ثاني بارك الله فيكم والله يحفظكم واللي كبرتوا بنا، ونشكر السيده مساوي ثاني بارك الله فيها، السيد بلقاهي ثاني نشكره جزيل الشكر، معاونا بزاف وهذا هو. شكرا جزيلا. حتى على